لكل شخص عم بيعاني من أكنة بوجهه، لكل شخص عنده التهاب بالجلد، لكل شخص عنده بشرة ناشفة، أكيد بحب أنه نكون عم نصلح من الداخل، يعني ما نكون بس عم نجيب أي شيء عم يصفولنا إياه ونكون عم ندهنه وبس. لا، أنا مع أنه نعالج الشغلة من الداخل، فأنسب شيء أحسن شيء أنه نهتم بفيتامين B3. هلأ بيقولوا لي أنه كتير غاليين الفيتامينز وما بنقدر نجيبهم، أكيد فينا نحصل عليهم عبر الأكل. خلينا نقول من وين منجيب الفيتامين B3، مصادره من الأكل. خلينا نبلش. سودة الدجاج، التونة، البازيلا، بزر دوار الشمس. فينا نتسلى ببزر دوار الشمس كتير بالسهرة نحن وقاعدين، بس أكيد الكونتيتي تكون مش أكتر من 100 جرام. بازيلا، مشروم، ومش بس هيك له فوائد كتير، مش بس على صحة البشرة والجلد والأكنية. بليز اهتموا بفيتامين B3.